كالعاده امير طبعا تم تدريبات النادي الاهلي هي الجديه والحماس، بيستأنف النادي الاهلي تدريباته اليوم كالعاده الساعه الرابعه عصرا، النقص العدد اتكلمنا عليه قبل كده، لكن قبل ما اكلمك طبعا على التدريب زي ما يمكن اكدت معاك امبارح ان النادي الاهلي يكون السفر مباشره الى تونس من الجونه، لكن في اتجاه كبير جدا يا امير ان السفر يكون من الجونه مباشره من مطار الجونه مباشره. ده حاجه اكثر ايجابيه يعني. بالظبط، وده الدور الكبير اللي بيقوم بيه مجلس اداره النادي الاهلي ان يكون في توفير طائره خاصه، وباكد لك على هذا الامر يا امير من خلالك هتكون في طائره خاصه للنادي الاهلي المتوجهه الى تونس، ده يدل ان في حرص وفي مجلس الاداره بيحاول يوفر كل سبل الراحه لفريق النادي الاهلي نظرا لاهميه هذه المباراه، وايضا كمان نظرا النادي الاهلي مرتبط بمباراه خارج القاهره وهي مباراه الجونه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في مباراه الجونه، هي التركيز الاول دلوقتي بالنسبه للاعبين والجهاز الفني، نقاط المباراه تكون معانا ونبدا مباشره للاستعداد لمباراه النجم الساحلي اللي عليه امل كبير جدا وننتظرها كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. اذا بخصوص السفر يا كريم عشان ناكد الكلام بس كده، الاهلي هيلعب الجونه يوم 25 مباشره بطياره خاصه من هناك من الغردقه لغايه تونس بعد المباراه مباشره، عشان تبقى موجود هناك بفتره زمنيه كافيه قبل مباراه النجم الساحلي. ده نهائي خلاص. بالظبط ان شاء الله يا امير، طبعا ده اللي احنا كويس من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي كالعاده النهارده طبعا فقرات تدريبيه متنوعه منها التقسيمه المصغره نظرا للعدد اللي اتكلمنا عليه، بعض التصويبات وبعض التدريبات البدنيه، حراسه المرمى كالعاده مستمره في التدريبات المكثفه، كل الامور يا امير الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا، لكن الامر اللي احنا يعني بنتمنى ان شاء الله ان ديانج يعود سريعا، شكوى من العضله الضامه النهارده ما شاركش نهائي حتى مش شفناهوش خالص في المستطيل الاخضر سواء بيجري، واضح ان هو في بعض الجلسات وبعض الراحه ليه، الطبيب النادي الاهلي خالد محمود فضل ان هو يكون في راحه لايو ديانج والاستئناف التدريبات على حسب الاختبار الطبي اللي هيكون ليه، كل يوم هيكون في اختبار طبي يشوفه الالم راح بنسبه بسيطه، لكن هو الم بسيط يعني ما نقدرش نقول ان هي اصابه قويه، لكن هو الم بسيط. انت عارف حرص الكبير من الجهاز الفني والجهاز الطبي للنادي الاهلي ان يكون في راحه للاعبين. باكد على كلامك كمان حمدي فتحي النهارده كان متواجد بيشاهد التدريب، جمعيته جلسه مع كابتن سيد مستر فايلر، ان شاء الله باذن الله حمدي يعود من جديد لصفوف النادي الاهلي، بنتمنى له ان شاء الله باذن الله العمليه تنجح بخير ويعود لصفوف النادي الاهلي، وايضا كمان منتخبنا الوطني محمود متولي تحسن ملحوظ، متحسن بشكل كبير جدا، وده اللي بياكد عليه الجهاز الطبي، هو مستمر طبعا يا امير انت عارف في جلسات ليزر وجلسات الترسونيك بالنسبه ليه الاصابه، لكن ان شاء الله باذن الله الايام اللي قادمه يعود سريعا لفريق النادي الاهلي، يعني بيتمنى ما يبقاش في اصابات، بيتمنى الاصابات تبعد عن اللاعبين ان شاء الله. عندنا مرحله مهمه جدا المرحله اللي جايه، لكن ان شاء الله متفائلين خير بالجهاز الفني وباللاعبين وبالاصرار الكبير اللي بنشوفه سواء من لاعبتنا اللي في المنتخب الاولمبي او في لاعبتنا في المنتخب الاول. طيب كريم بخصوص وليد سليمان، هل وليد بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي ولا لا؟ لان عندي بعض الاخبار النهارده اللي بتقول وليد مش جاهز بنسبه 100%. وليد بيشارك بكل قوه امير النهارده في التدريبات وامس ايضا في التدريبات، تدريبات الكره، تدريبات البدنيه، السرعات، الترنات، كل حاجه يعني كل التدريب الكامل او الفقره التدريبيه الكامله، يعني بيعلن جاهزيته بشكل كبير جدا. حسام عاشور كمان يمكن كان في الايام اللي فاتت كان بيشعر ببعض الالام كده، لكن حسام عاشور ايضا جاهز بشكل كبير زي ما بقول لك، الكل جاهز، ينقصنا بس عوده اللاعبين في المنتخب ان شاء الله يعودوا بدون اصابات، ما يبقاش في اي حاجه تعكر صف المرحله القادمه للنادي الاهلي سواء المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول، لكن بجانب هذا وليد سليمان جاهز كامل بدنيا وفنيا وان شاء الله يكون موفق خلال المرحله القادمه مع النادي الاهلي. عايز اقول نقطه مهمه طبعا وهي المباراه الوديه، النادي الاهلي بيستعد للمباراه الوديه مباراه يوم الثلاثاء، النهارده كان النقص العدد اقل شويه كمان من المعتاد لان في بعض اللعيبه الناشئين لسه عندهم ريني فايلر متواجده في فرقهم طبعا في قطاع الناشئين لخوض بعض المباريات، لكن بكره ان شاء الله مع التدريب الرابعه عصرا هيكون يعني العدد مقبول شويه بالنسبه لي. هيرجعوا تاني يعني بكره عشان يلعبوا ماتش الثلاث. بالظبط يعني هم معلش عارف هم يعملوا استفاضه. بقول لك هيرجعوا بكره بعد ما يخلصوا المباريات بتاعت يعني فرقهم في قطاع الناشئين، وبعد كده يرجعوا للفريق الاول عشان يلعبوا ماتش الثلاث. بالظبط يعني واضح ان في انتظار ليهم طبعا، هم يكونوا متواجدين في لعيبه طبعا لو شاركوا بشكل كامل في المباريات ممكن يكون في تحفظ مشاركتهم، واللعيبه اللي ما شاركتش اكيد هتكون متواجده ان شاء الله مع مباراه الثلاثاء اللي بنتمنى ان شاء الله تكون مباراه طيبه، مباراه يعني يستفيد بها النادي الاهلي بشكل كبير جدا ويستفيد بها الجهاز الفني ويقدر يبني عليها ان شاء الله لمباراه الجونه ومنها مباراه النجم الساحلي ان شاء الله باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي قال لنا كل جديد يخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي. دي كانت بعض اخبار